سيمفونية التعليم في إطار التحول الرقمي. وزارة التعليم بالتعاون مع مايكروسوفت ومسك الخيرية وبقيادة نخبة من مدربي البرمجة تفعل ساعة البرمجة للطلاب والمعلمين تزامناً مع الحدث في لفتة نوعية من شأنها توسيع دائرة الهدف ونشر ثقافة التحول الرقمي. طبعاً الهدف من ساعة برمجة هو ممارسة البرمجة في البداية للطلاب والطالبات بحيث أنهم يتعودون على البرمجة وأن البرمجة مية صعبة، أي واحد ممكن يبرمج، يعني يستطيع البرمجة بأدوات سهلة وبسيطة، ثم يبدأ يمارس عملية البرمجة إن شاء الله بمشيئة الله تعالى. جيت اليوم للملتقى مع حق الأطفال مع مايكروسوفت ومسك، الهدف منه أنه يعلم الأطفال البروغرامينج عن طريق استخدام ماينكرافت with commands اللي هو الأمور البرمجية. فروحت أنا تمشيت عند الأطفال وشفت عدد كبير من الأطفال فمرة انبسطت، وكل واحد قعدت أقعد معاه وأسأله أسئلة شلون قاعد وشلون يسوي. واللي عجبني أيضا أنه الكوماندز أو الأوامر بعضها بالإنجليزي وبعض الطلاب الثانيين قاعد يستخدمونها بالعربي. المملكة من ضمن 180 دولة في العالم تشارك للعام الخامس على التوالي في الحدث وبتفاعل عالي للطلاب والطالبات، ويتم هذا العام الرصد بشكل أكثر اتساعاً من خلال التدريب الأكثر والانتشار الأوسع. أتيحت لي الفرصة في مشاركة في مايكروسوفت في ساعة البرمجة، وكانت فرصة رائعة صراحة، وأنا ناوية بإذن الله أني أعلم طالباتي أو أدرب طالباتي على هذه الساعة، وشكرا جزيلا للجميع. تفاعل الطلاب أخذ منحة من أن يلعب لعبة إلى أن يحلم أن يصنعها. أحلامي بإذن الله سأحققها، وهي أن أكون مبرمجة سعودية صغيرة. أنا ساعة برمجة ممتعة وتمنى أن أكون مبرمجة. ساعة البرمجة كانت شيء برنامج حلو و good experience، وإن شاء الله more people will come، وإن شاء الله هتنتشر أكثر وكل الناس هيتعلموا الكود. أنا خلص شهادة في كود أور، وأنا مرة أنا لعبت ماينكرافت لمرة طويلة، وأنا أحب أن أصنعها هالمرة. تعقد وزارة التعليم اتفاقيات من شأنها تعزيز مهارات القرن 21 وفق منظومة المستقبل لبنية رقمية مستدامة. لقناة عين، شريف أربيع، الرياض.